ايه دي؟ يا سلام، ايه الاكل ده كله؟ الواحد مش عارف ياكل ايه ولا ايه؟ على رايك اهم، انا شفت بوفيهات كتير وقلال، عمري ما شفت بوفي بالحلاوه دي. عندك حق، ربنا يخليك يا استاذ توم، الهي يطعمك ما يحرمك، راجل محتار. هو انت صاحب توم؟ بصراحه انا اول مره اتعرف عليه النهارده، بس زي ما يكون كده حاسس بيا، قرب مني كده وقال لي انت جعان، قلت له ايوه، راح خدني من ايدي كده وقومني من على الترابيزه. قلت له طب وشيري؟ قال لي ما تقلقش، انا هخلي بالي منها لحد ما تخلص اكل، ودخلني على البوفيه على طول. انا برضو عمل معايا كده، قال لي انت شكلك هفترى يا بابي، تعالى ادخلك البوفيه تاكلي وتتبسطي، وجيت لقيت الحاجات الحلوه دي. هو البوفيه مليان حاجات حلوه فعلا، حاجات زي العسل، حاجات مربربه كده وتملى العين. هو التحول ولا حاجه؟ الله، طب ليه الشتيمه دي يا عسلية؟ لا انا مش بشتبك، انا بسالك عادي يعني، اصل انت بتتكلم على الاكل وفي نفس ذات الوقت عمال تبص لي انا يعني. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه بقى، معلش حقك عليا. ها والنبي بقى تناوليني رجل الخروف اللي هناك دي. فضي ايه اللي هناك دي؟ طب خلاص خلاص عنك، انا اللي هجيبها. اوعى كده، حاسب دراعي. دراعي؟ ما يصحش كده، يا اسمك ايه انت؟ رضا، محسوبك رضا. والقمر؟ اسم فكريه. عشت الاسامي عسلي. طب سيب دراعي يا رضا. دراع ايه؟ دراع دي ولا جوزين كوارع؟ وبعدين بقى يا رضا، ما يصحش تعكستي كده، انا يعتبر مخطوبه. يعتبر؟ تبقي مش مخطوبه. لا يعني زي ما تقول كده بتكلمين عليا. طبعا لازم يتكلموا عليك، حد يشوف الجمال ده كله وما يتكلمش عليه، ده انت قضية رأي عام. بتبلغش قوي كده يعني يا رضا. لازم ابالغ وانا بوصفك، لان انت اصلا مبالغ فيكي. اهدى كله، اهدى كله، اهدى. تريلا محمله قشطه يا اخواتي. وبعدين بقى في الكلام الحلو ده، انا مش قادره استحمل اكتر من كده، انا الكلام الحلو ده بيفتح نفسي على الاكل اكتر. بقول لك ايه، لون الفرخه اللي قدامك دي. عينيا، عايزه الورك ولا السدر؟ لا هاتها على بعضها كده وانا هتصرف فيها. اتفضلي يا روز اللون. هات. الله، يا بختي، يا ريتني كنت انا الفرخي. وبعدين معاك بقى. طب بص، دوت الديك الروب اللي هناك دوت. من عينيا يا برميل المهلبيه. لا بقى كده كتير، كفايه كده لحظه ناكل الترابيزه نفسها. ارميلك نفسي على الترابيزه عشان تاكلين انا. كفايه بقى. توم وشيري. توم وشيري. العفو افندم. بقول لك العفو. ايوه بس انا ما قلتلكش شكرا كده. طب انا هقوم هجيب لك الشاب الامور اللي كان قاعد معاكي، وهنده لكل الناس علشان تتفرج عليكي وانت قاعده معاه. طب بس 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 استنى هنا افندم. لو سمحت ما تعملش كده، ده انا فلتت بالعافيه من الحفله اللي كانت هتعملها سوزي والبنات. ومين اللي خلاكي تفلتي؟ انت. يبقى المفروض تشكرين، صح ولا لا؟ طيب يا سيدي شكرا. حاف كده ما ينفعش. طيب حاضر، اقوم اجيب لك حاجه من البوفيه. تعالي هنا. بوفيه ايه؟ انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني انك تديني رقم تليفونك. لا متاسفه ما اقدرش. ليه بس؟ عشان انا ما اعرفكش. نعم، كل المواقف اللي حصلت دي وما تعرفنيش. ده انا انقذت حياه صاحبتك من الغرق، ودلوقتي انقذتك من الحفله اللي كانت هتتعمل عليكي، وبعد كل ده تقولي لي ما اعرفكش؟ على فكره انا ما ضربتكش على ايدك. ايه دلوقتي بتقولي كده بعد ما خدتي مني اللي انت عايزاه؟ ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده يا توم؟ الله، اول مره اعرف ان اسمي حلو كده. اندهيلي تاني. يو، وبعدين بقى شيري، ممكن اعرف انت مش طايقاني ليه؟ عشان انت بتجري ورايا في كل حته بروحها، ومش عايز تسيبني في حالي. طيب عايزاني اسيبك في حالك؟ ايوه. طب تحبي اقوم دلوقتي؟ يا ريت. بعد اذنك. وما اكلمكيش تاني ابدا؟ يا ريت. طيب انا مش هكلمك تاني، بس عندي شرطين. هو انت كمان هتتشرط؟ طب اسمعيهم الاول. صبرني يا رب. اتفضل قول. الشرط الاولاني انك توعديني ما تعيطيش وتتشحتفي عليا بعد ما امشي، وتقعدي تقولي هاتولي توم هاتولي توم، انا عايزه توم. ياه، ده شرط صعب جدا، اوعدك ان انا هحاول انفذه. ايه بقى الشرط التاني؟ تديني رقم تليفونك. هو انت مجنون يا جدع انت؟ منين بتقولي مش هكلمك تاني، ومنين بتقولي هاتي رقم تليفونك؟ خليه معايا احتياطي برضو، يمكن تحتاجي حاجه او ترجعي في كلامك. وبعدين بقى بقولك ايه، انا هقوم وامشي. استني بس يا شيري. الحق يا توم. في ايه نيفين؟ الاتنين اللي انت خليتني ادخلهم البوفيه دول. مالهم؟ اكلوا الاكل كله. مش معقول، اكلوا البوفيه بحاله؟ يا ريتهم كلوه بس.
هما اللي عملوا ايه تاني؟ الاستاذ طلع يرقص فوق الترابيزه والانسه تحت بتطبل. يا نهار اسود، تعالي معايا يا شيرين نسربهم بسرعه قبل ما يفضحونا. طب لحظه واحده بس الم حاجتي. مفيش وقت، يلا. توم وشيل ياه، اخيرا خلصت ترويق الشقه، تعبتني قوي. اما اقعد بقى اشرب فنجان قهوه. وبعدين بقى راح فين ده بس؟ بتعملي ايه اللي تتشك في ايديكي؟ في ايه يا مامي؟ جاتك ماو، بقالي ساعه بروق في الشقه وانت جايه تبهدليها. نفسي اعرف يعني ايه كاتك مو اللي انت بتقوليها دي. انت عايزه تفرسيني يا بتنتي؟ يا مامي انت بتزعقيلي ليه؟ ده بدل ما تساعديني اساعدك في بهدله الشقه. يا رب. طب انا مش قصده بهدل الشقه، بس انا من ساعه ما جيت من بره مش لاقيه موبايلي. طب ما تدوري عليه يا اختي. ما انا لسه جايه ادور عليه لقيتك بتزعقيلي. هو انت لازم عشان تدوري تقلبي الشقه كلها؟ يو بقى يا مامي، هبقى اروقها لك تاني بعد ما الاقيه. انت بتروقي ولا بتنيلي حاجه؟ ايه الصوت ده يا ماما؟ ده موبايلي بيرن. ايه مالك متغاظه كده ليه؟ انا مش متغاظه، انا مستغربه. انا عمري ما شفت موبايلك بيرن اصلا. ليه بقى يا حبيبتي؟ انا صحاباتي كتير وكلهم بيكلمون. طيب ردي. طيب يا مامي ردي. اصحيح اما اشوف مين. الو، مساء الخير. ايه ده الظاهر في عطل في السنترال وبيحفروا فيه. عطل ايه وحفر ايه بس يا ماما؟ مش عارف، في صوت بيعمل كده. الشبكة بتقطع يعني؟ مش عارف. طب استني كده اما اجرب تاني. قالوا مساء الخير، ممكن اكلم شيري؟ ايه ده انت بتدي رقم لاصحابك يا بنت؟ يا شيري بقى ده اسمه كلام؟ انا ما اديتش رقمك لحد يا مامي. امال ايه بس؟ هي بتسأل عليك مين؟ طيب يعني بسمة؟ مش عارف، خدي شوف انت. الو. ايه دي؟ يا سلام، ده ايه الاكل ده كله؟ الواحد مش عارف ياكل ايه ولا ايه؟ على رأيك أهم، أنا شفت بوفيهات كتير وقلال، عمري ما شفت بوفي بالحلاوة دي. عندك حق، ربنا يخليك يا أستاذ توم، إلهي يطعمك ما يحرمك، راجل محترم. هو أنت صاحب توم؟ صراحة أنا أول مرة أتعرف عليه النهاردة، بس زي ما يكون كده حاسس بيا. قرب مني كده وقال لي أنت جعان؟ قلت له أيوة. راح خدني من إيدي كده وقومني من على الترابيزة. قلت له طب وشيري؟ قال لي ما تقلقش، انا هخلي بالي منها لحد ما تخلص اكل، ودخلني على البوفيه على طول. انا برضه عمل معايا كده، قال لي انت شكلك هفتره يا بابي، تعالى ادخلك البوفيه تاكلي وتتبسطي. وجيت لقيت الحاجات الحلوه دي. هو البوفيه مليان حاجات حلوه فعلا، حاجات زي العسل، حاجات مربربه كده وتملى العين. هو التحول ولا حاجه؟ الله، طب ليه الشتيمه دي يا عسليجي؟ لا انا مش بشتبك، انا بسالك عادي يعني. اصل انت بتتكلم على الاكل وفي نفس ذات الوقت عمال تبص لي انا يعني. لا مؤاخذه بقى، معلش حقك عليا. ها والنبي بقى تناوليني رجل الخروف اللي هناك دي. فضي ايه اللي هناك دي؟ طب خلاص عنك، انا اللي هجيبها. اوعى كده، حاسب دراعي. دراعك؟ ما يصحش كده. اسمك ايه انت؟ رضا، محسوبك رضا. والقمر؟ اسمي فكرية. عشت الاسامي عسلية. طب سيب دراعي يا رضا. دراع ايه؟ دراع دي ولا جوزين كوارع؟ وبعدين بقى يا رضا، ما يصحش تعكستي كده، انا يعتبر مخطوبة. يعتبر؟ تبقي مش مخطوبة. لا يعني زي ما تقول كده بتكلمين عليا. طبعا لازم يتكلموا عليك، حد يشوف الجمال ده كله وما يتكلمش عليه؟ ده انت قضية رأي عام. بتبلغص قوي كده يا رضا؟ لازم ابالغ وانا بوصفك، لان انت اصلا مبالغ فيكي. اهدى كله. تريلا محمله قشطه يا اخواتي. وبعدين بقى في الكلام الحلو ده، انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا الكلام الحلو ده بيفتح نفسي على الاكل اكتر. بقول لك ايه، لوني الفرخه اللي قدامك دي. عينيا، عايزه الورك ولا الصدر؟ لا هاتها على بعضها كده وانا هتصرف فيها. اتفضلي يا لوز اللون. هات. يا بختي، يا ريتني كنت انا الفرخي. وبعدين معاك بقى. طب بص، دوت اديك الروب اللي هناك دوت. من عينيا يا برميل المهلبيه. لا بقى كده كتير، كفايه كده لحظه ناكل الترابيزه نفسها. هرميلك نفسي على الترابيزه عشان تاكلين انا. كفايه بقى. توم وشيل. العفو افندم. بقول لك العفو. ايوه بس انا ما قلتلكش شكرا كده.
طب انا هقوم هجيب لك الشاب الامور اللي كان قاعد معاكي وهنده لكل الناس علشان تتفرج عليكي وانت قاعده معاه. طب بس 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 استنى هنا افندم. لو سمحت ما تعملش كده، ده انا فلتت بالعافيه من الحفله اللي كانت هتعملها سوزي والبنات. ومين اللي خلاكي تفلتي؟ انت. يبقى المفروض تشكرين، صح ولا لا؟ طيب يا سيدي شكرا. حاف كده ما ينفعش. طيب حاضر، اقوم اجيب لك حاجه من البوفيه. تعالي هنا بوفيه ايه، انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني انك تديني رقم تليفونك. لا متاسفه ما اقدرش. ليه بس؟ عشان انا ما اعرفكش. نعم كل المواقف اللي حصلت دي وما تعرفنيش، ده انا انقذت حياه صاحبتك من الغرق، ودلوقتي انقذتك من الحفله اللي كانت هتتعمل عليكي، وبعد كل ده تقولي لي ما اعرفكش؟ على فكره انا ما ضربتكش على ايدك. ايه دلوقتي بتقولي كده بعد ما خدتي مني اللي انت عايزاه؟ ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده يا توم؟ الله، اول مره اعرف ان اسمي حلو كده، اندهيلي تاني. يوه، وبعدين بقى شيري، ممكن اعرف انت مش طايقاني ليه؟ عشان انت بتجري ورايا في كل حته بروحها ومش عايز تسيبني في حالي. طيب عايزاني اسيبك في حالك؟ ايوه. طب تحبي اقوم دلوقتي؟ يا ريت بعد اذنك. وما اكلمكيش تاني ابدا؟ يا ريت. طيب انا مش هكلمك تاني، بس عندي شرطين. هو انت كمان هتتشرط؟ طب اسمعيهم الاول. صبرني يا رب. اتفضل قول. الشرط الاولاني انك توعديني ما تعيطيش وتتشحتفي عليا بعد ما امشي، وتقعدي تقولي هاتولي توم هاتولي توم، انا عايزه توم. ياه، ده شرط صعب جدا، اوعدك ان انا هحاول انفذه. ايه بقى الشرط التاني؟ تديني رقم تليفونك. هو انت مجنون يا جدع انت؟ منين بتقولي مش هكلمك تاني، ومنين بتقولي هاتي رقم تليفونك؟ خليه معايا احتياطي برضو، يمكن تحتاجي حاجه او ترجعي في كلامك. وبعدين بقى بقولك ايه، انا هقوم وامشي. استني بس يا شيري. الحق يا توم. في ايه نيفين؟ الاتنين اللي انت خليتني ادخلهم البوفيه دول مالهم؟ اكلوا الاكل كله. مش معقول اكلوا البوفيه بحاله؟ يا ريتهم كلوه بس. امال عملوا ايه تاني؟ الاستاذ طلع يرقص فوق الترابيزه والانسه تحت بتطبل. يا نهار اسود، تعالي معايا يا شيري نسربهم بسرعه قبل ما يفضحونا. طب لحظه واحده بس الم حاجتي. مفيش وقت. يلا. توم وشل. توم وشل. ياه، اخيرا خلصت ترويق، الشقه تعبتني قوي، اما اقعد بقى اشرب فنجان قهوه. وبعدين بقى راح فين ده بس؟ بتعملي ايه اللي تتشك في ايديكي؟ في ايه يا مامي؟ جاتك ماو، بقالي ساعه بروق في الشقه وانت جايه تبهدليها. نفسي اعرف يعني ايه كاتك ماو اللي انت بتقوليها دي. انت عايزه تفرسيني يا بنت انت؟ يا مامي انت بتزعقي لي ليه؟ ده بدل ما تساعديني اساعدك في بهدله الشقه. يا رب. طب انا مش قصده بهدل الشقه، بس انا من ساعه ما جيت من بره مش لاقيه موبايلي. طب ما تدوري عليه يا اختي. ما انا لسه جايه ادور عليه لقيتك بتزعقي لي. هو انت لازم عشان تدوري تقلب الشقه كلها؟ يو بقى يا مامي، هبقى اروقها لك تاني بعد ما الاقيه. انت بتروقي ولا بتنيلي حاجه؟ ايه الصوت ده يا ماما؟ ده موبايل بيرن. ايه مالك متغاظه كده ليه؟ انا مش متغاظه، انا مستغربه، انا عمري ما شفت موبايلك بيرن اصلا. ليه بقى يا حبيبتي؟ انا صحباتي كتير وكلهم بيكلمون. طيب ردي ردي ردي. طيب يا ماما ردي. صحيح، اما اشوف مين. الو. مساء الخير. ايه ده الظاهر في عطل في السنترال وبيحفروا فيه. عطل ايه وحفر ايه بس يا ماما؟ مش عارف، في صوت بيعمل كده. الشبكة بتقطع يعني؟ مش عارف. طب استني كده اما اجرب تاني. قالوا مساء الخير، ممكن اكلم شيري؟ ايه ده، انت بتدي رقم لاصحابك يا بنت يا شيري بعد اسمه كلام؟ انا ما اديتش رقمك لحد يا مامي. امال ايه بس؟ اهي بتسأل عليك مين. طيب يعني بسمة؟ مش عارف، خدي شوف انت. قالوا